السلام عليكم، شكرا على الاستضافه لموقع اصوات الدرويش، اللي كنحييكم لانكم دائما كنتوا في المقدمه في هذه الجائحه ديال كوفيد. كنتوا دائما يعني كتتابعوا وكتوعيوا الناس، وكنشكركم بزاف. 2020 كانت سلبيه اكثر ما كانت ايجابيه يلا في الاشهر الاولى ديالها، اللي كانت يعني بعد نقولوا حنا يعني كانت بعد الاجتماعات ديالنا واللقاءات وبعد انطلاقات ديال المشاريع اللي تذكرت عده مرات وانتم راكم عارفينها. بالنسبه يعني شنو غادي نقول لك، باش غادي نقول لك يعني في الاشهر الست اشهر الاخيره كانت صعيبه بزاف، لانك شفتوا في يعني الوباء كان في الارتفاع وتصاب بزاف ديال المواطنين ديالنا والناس ديالنا. يعني انا الا جيت نهضر على 2021 كانت مؤلمه بالنسبه ليا، حيت فقدت الاب ديالي الحاج ميمون. صعيب 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 انني نفسر هذا او لا نشرح لكم ولا الاحساس اللي كنعيشو. صعيب لان الحاج ميمون كان هو السند والاب، خلاها خاويه هنا في البلديه. كنتمنى ربي يرحمه، ومن هنا كنعطي واحد الرساله، انا كنقول لهم خافوا على راسكم، هذا الوباء ماشي لعب. شحال من واحد يقول لك ما كاينش هذا المرض، ما كاين حتى شي حاجه، ولا وكيفاش؟ لا راه كاين. من شفت انا فقدت هذا الشخص العزيز على قلبي وشفته مشى، ولا السي حسن قيشوحي ولا الدكتور عبد الله والاب ديالنا كاملين السي محمد البوكيلي، يعني كان فقدنا ناس بزاف في هاد 2020. كانت مؤلمه، كنتمنى الختام ديالها يعني ما تكونش غاديه يعني نفقدوا الناس عزاز علينا اكثر. وما ننساش الصحافي صلاح الدين الغباري، مسكين اللي خلى فينا واحد التاثير كبير، حتى هو اللي كان يعني بحال حسينا بحال انه فرد من العائله ديالنا، حتى هو الله يرحمه ويوسع عليه، حتى هو اضطر فينا بزاف. وكنتمنى ربي يرفع علينا هذا الوباء، وكنبغي نشكر صاحب الجلاله نصره الله على الحب ديالو لينا، اللي خلى انه هذا اللقاح يكون يعني يكون مجاني، ويعني كلشي نستافدو. وانا من هنا كنقول انا غادي نكون اول وحده كتطوع وغادي ندير هذا اللقاح هذا، وكنصح بالشباب يتطوعوا ويمشيوا يديروا هذا اللقاح، لانه كنخافوا الا ما خفتوش على راسكم خافوا على والديكم اللي عندهم امراض مزمنه. وما ننساش نشكر عامل صاحب الجلاله على اقليم الدرويش، على العمل ديالو، على السهر ديالو، على الخوف ديالو على الاقليم. وكان هو شخصيا كنا كنلقاوه في يعني في اي بلاصه في المراقبات ديال الاقليم ولا السلطات الاقليميه كلها. كنبغي نشكرها يعني القياد والباشاويه ديال اقليم الدرويش ككل، ما غنستثني حتى شي واحد. كنشكركم وكنشكر الصحافه اللي نتوما السلطه الرابعه اللي كتدير واحد عمل كبير اللي هو التوعيه، وكتنقلوا وكتوعيوا الناس، ويعني درتوا واحد العمل حتى انتم ربي يحفظكم من هذا الوباء. وكنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، وكنتمنى سنه 2021 تكون بدايه في الحياه ديالنا جديده، مع ان 2020 نخليوها يعني ما تحسبش في الحياه ديالنا، ولكن عطاتنا درس اننا نترباو ونقولوا نبقاو في الخير، لان حتى واحد ما يبقى في هذه الدنيا. والمسامحه لجميع الناس اللي كنعرفوا هنايا، وشكرا.